اللي ودي اقوله يا شيخ ان ابو سلمان ما انكر شيء من اللي قاله عفاش. يعني عفاش صادق؟ اي بالله. لكن بي شيء واحد ما قاله عفاش. وش هو؟ ان ابو سلمان انطال باروده وقال له اذبحني واترك عائلتي، لكن عفاش رمى الباروده. وهذه صفات الرجولة من عفاش. كانت الباروده بيده مذبحه؟ اي، وهذا اللي صار. زين زين ابو عطفه، قلت لابو سلمان ان عفاش يريد يتزوج بنته عبله؟ لله ما قلت له. انا ما اريد اتبدى عليك يا شيخ، انت كبيرنا وشيخنا، وانت اللي تطلب لعفاش.